طبعا احنا مثل ما تشوفون اكو احدى المشاكل او المخالفات اللي دائما ما اتكلم عنها انه غلق المسار الايمن من الشارع. اخواننا غلق المسار الايمن مخالفه، وحتى اذا نشوفها من الناحيه الانسانيه المفروض انه تفسح المجال للاخرين. طبعا هسه هم من انتبهوا علينا اثناء تواجدنا الميداني والتصوير، مباشره قام يطلعون بسياراتهم عمود ما ينغلق المسار الايمن. اخوان المسار الايمن المفروض التركي عوفك من القانون، هم لو تشوفها من حاله انسانيه انت تريد تتوجه المكان ويمكن شخص اخر مستعجل يريد يتوجه مكان اخر، ليش تحرم الاخرين من حقهم؟ وخاصه احنا دا نشوف الزخم المروري، القوانين واضحه. نتمنى انه يكون هناك تعاون بيننا وبين سائقي المركبات لتسهيل حركه السير والمرور.